كريري لبس عليكم كل شيء مزيان، الامور هانيه بخير. شكرا على التعاليق ديالكم الزوينه، شكرا الناس اللي انضموا لقناتي جدد واخا قلال، ولكن الحمد لله اللهم هكا ولا بلاش. وكنتمنوا الناس يزيدوا يدعمونا ويدخلوا عندنا ويشوفوا القنوات الصغيره ويدعموها ويعطيوها واحد شويه الامل باش تزيد تطلع شويه في المشاهده. هادشي اللي كنتمنوا في هاد العواشر يا ربي، القنوات كلهم يطلعوا ان شاء الله ان شاء الله. قلت اليوم غادي ندير صفوف، وكل شيء كيوجد الصفوف. الصفوف شي حاجه ضروريه في رمضان، انا شي مره كترشق ليا نقدر نديرها حتى من غير رمضان. في الحقيقه اليوتيوب عامر بالوصفات وبالشباكيه السلو، البريوات، المحنشات، كل شيء كاين، وكل واحد والطريقه ديالو، وكل واحد كيبغي يشارك معكم هذاك الشيء اللي كيحضر. وتبارك الله العيالات كلهم حادقات وشاطرات، وتبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم. حنا غير تنشاركوا معكم هذاك الشيء ديالنا باش نشاركوا معكم كل واحد والطريقه ديالو. صافي قلت غادي ندير صفوف او سلو، كل واحد كي تيقولها، وغنشارك معكم سلو ديالي باش يبقى عندي في القناه، حيت انا ما دايرهاش في القناه. وان شاء الله ليام الله طويله الا بقينا في العمر نشارك معكم وصفات ان شاء الله اخرين، علاش لا. انا ديجا طحنت كل شيء حيت المراحل عليا شويه شويه، وكل نهار كنطحن شويه كل نهار كنطحن شويه حتى كملت. وحتى تعرفوا فيها هاد الصفوف فيها حتى هي بزاف الحاجات، المراحل كل حاجه ديريها بوحدها، كثر من تيكون واحد بوحدو، خصك كل فترة تحني شوية، ماشي باش تكوني مثلا معاك حداك الجيران حداك الناس كتعاونوا على نقيان الجلجلان وتعاونوا على بزاف. هنا واخا عندنا كلشي نقي، ولكن ضروري كنعاودوه بالنقيان. بحال النافع حبة حلوة واخا شريتها لقيت فيها النقا، وقلت علاش لا من انا نشارك معكم الصفوف ديالي ونشوف واش غادي يعجبكم ولا لا. دابا انا هنا ديجا وجدت، غادي نشارك معكم هذاك الشيء اللي غادي نحتاج. انا هنا ديجا طحنت كل شيء، هنايا طحنت الكاوكاو، اللوز، هذا اللوز حمرته سلقته حمرته وطحنته شويه، ماشي بزاف، طحنت نص واحد الكميه، والكميه الاخرى طحنتها بلا غير حمرتها بقشورها. والكاوكاو حتى هو قليته في الزيت بارد وحمرته وطحنته، والنص درته بحال بخانيني، والنص خليته هكا مهرمش هكا مهرمش شويه كما كتشاهدوا، والنص درته بحال بخانيني باش تجي الصفوف ديالنا شاربه داك الشيء ديالها، سميتو باش تجي بنينه. وهنا الجلجلان انا طحنته مزيان بحال بخانيني باش يطلق الزيوت ديالو حتى هو. هنايا الجلجلان درت 8 كيلو ديال الجلجلان، وهنايا كيلو ديال اللوز، وكاوكاو حتى هو ما كاملش كيلو، شي نص كيلو شي حاجه شي شويه، والنص خليته حتى نزيد عليه كاوكاو ندير به بريوات. وهنا خليت الجلجلان اللي باش غنديرو هكا في الصفوف، الجلجلان بحال هكا. هنايا النافع حمرته شويه، ما خصوش يتحمر غير يتصهد باش تبقى فيه الريحه. وهنا حبه حلاوه، وهنا القرف والقرفه، صافي. واللوز اللي تزيين، والدقيق اللي حمرت، وسكر كلاصي، والكوزه غنحك واحد شويه القليل جدا، القليل اللي غنحك ديال الكوزه ندير. وخلاص الزيت اللي قليت فيها اللوز، الزيت اللي قليت فيها اللوز هي اللي غادي نخلط بها الصفوف. وديجا دايره واحد شويه الزبده كيطيب، الزبده درتها كات سميتو حتى تولي فيغنوازيت باش عاد نرون بها حتى هي الصفوف، ما نقويش بزاف غير تمن واحد الكاس ما عمرش. وقلت تنطحن تنطحن، علاش ما نطحنش اللوز وكاوكاو، ودرت معايا املو. هانتوما املو كيجي زوين، درت قريعه عمرتها هكا الفطور هكا الا بغيناها مع المسيمان ولا شي حاجه البغرير هكا. هانتوما كيجي زوين زوين. صافي هنايا الزبده، ها هي
غتتزولي فيغنوها زيت شي شويه وغنطفي عليها باش كتحيد هذاك الماء ديالها ما كيبقاش ديك الكشكوشه. وغادي نرون بها تاهي الصفوف ديالي. مرت كاوكاو في الزيت وهنايا صافي درت الجلان حمرته، هنا اللوز حتى هو حمرته، هنا عطاني اللوز درته سلقته في الماء شويه غير طلعت عليه الغليه ونقيته ومخدرته في هذا الزيت باش نشفو عاد نقليه في الزيت بارد. انت هو حمرته راه عندي عاوتاني كيلو واحد اخر محمر، واحد كيلو شي حاجه تقريبا، هنا اللي مازال ما خصني نطحن هذا، نزيد ندوز عليه يدي مره اخرى ونطحنو حتى هو نافع، وحبه حلاوه حتى هي. صافي هادو ما كيتغسلوش غير تيطحنوا كيتحمروا شي شويه ماشي بزاف، غير تديهم وتجيبيهم في المقله صافي وتطحنيهم مزيان صافي. انا غندير الدقيق، انا ديجا غربلتو ثمن واحد كيلو ونص ديال الدقيق محمر، معلقه غامره ديال النافع ديال حبه حلاوه، نزيد واحد شويه معلقه غامره ديال النافع ونزيد واحد شويه، ندير واحد جوج معالق القرفه، درت الاولى درت الثانيه، نزيد شويه شي جوج معالق عامرين قرفه، ندير قليل من الملح، واحد شويه المسكه الحره اللي عندكم ديروها المسكه الحره، دكيتها واحد شويه مع سنيده ما قويتش بزاف، واحد شوية النافع تعجبني الريحة ديال النافع، السكر ثقيل أو سكر كلاصي على حسب الحلاوة اللي بغيتو، أنا وخا هكاك مكتعجبنيش الحلاوة بزاف، ندير وغنشوف حيت باقا غنزيد العسل. خويو الجلجلان واللوز وهداك الشي اللي حمرنا، زعما في الحقيقة البانيو هو اللي كيساعد على هاد الشي، انا ما عنديش بانيو كبير معليش. بقى ندلك بشويه بشويه وعاد نكمل المراحل، بقى ندلك هادشي بعدا اللي حيت البصعه واخا كبيره ما غاديش تكفاني، هادشي راه خصو دليك وخصو شي بانيو في الحقيقه. ايوا واش نديرو طلع المغرب نمشيو نشرب شي بانيو، هي الزبده اللي ذوبت نص كاس هكا تا ذوبتها مزيان ولات في غنوازيط، وغادي نزيد الزيت اللي شاربت اللي قليت به اللوز، وغادي نشوف نكب واحد الكميه ونشوف. انا صنبغي نحمر الطحين مزيان في الحقيقه، حتى الطحين فاش كيحمر كياخذ اللون ديالو سميته كتجي زوينه. نحك واحد شويه الكوزه، الكوزه هذه اول جلان شويه العسل على حسب الحلاوه، نتوما ما تقويوش العسل حيت العسل تيقصحها مع المده، لوز مقلي نزيد واحد شويه حبه حلاوه، حقيقه البانيو 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 ما كاينش ما احسن من البانيو، لا عندك شي فرصه نزيد واحد شويه لوز، خاصها بحال اللي كتعجنيها ولكن ما عندناش البديل ما عندناش كيفاش، انا غنحاول ندخل هاد العناصر في بعضياتهم باش ما يجيش الفيديو طويل، راكم عارفين تبارك الله كلشي كيعرف يصايب.
كلشي تبارك. لا ما بغيتو ما تطحنوش مزيان هذاك الشيء اللي تخليهم باينين شويه، تخليهم باينين. انا خليت النص باين والنص طحنته مزيان. لا بغيتو تخليو كاوكاو مهرمش، عام الاول انا خليته مهرمش على هذا العام بزاف. كو نعاودو ندلكو 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 ونعاودو ندلكو. خصها لا فورس في الحقيقه، هاد التفوف خصها لا فورس تكون عندك قويه، ولكن البانيو كيساعد. دلكي وتعاودي ودلكي وتعاودي ودلكي وتعاودي ودلكي وتعاودي بحال اللي كتعجني باش تدخل هذاك العناصر بعضياتهم مزيان. ما عندناش البانيو ولكن مهم. داكو دابا يديا مشغولين كي غنعطيك ميمي. ها شوف يديا، ها ها زميتها ميمي، زميتها ميمي. صافي ما نقولكمش ريحه كوان تبارك الله، وجات مقومه على حقها وطريقها. شكون اللي كنشكر العروسه؟ ماماها. ولكن ما نقولكمش الريحه مع القوام تبارك الله موجود. ايوا هيا السفوف ديال سهيل. نتوما السفوف ديالي زينت على هذا الشكل. وعلى تزيين عشوائي كما بغيتو على هذا الشكل. تجي مقومة وصلت لنهاية الفيديو، وكنقول لكم شكرا لكم احبائي. اليوم كلها عواشر مباركه حتى يدخل علينا رمضان المبارك. الله يدخلو بالصحيحه والسلامه والرزق والتيسير، ويترفع علينا هذا الوباء يا ربي. وشكرا لكم احبائي، والى اللقاء مع فيديو ثاني ان شاء الله. الى اللقاء.